لكن يظل الجنس له ميزه، دي اللي انا معترض فيها مع الدكتوره هبه، انه الجنس ما هوش من العلوم المعلنه. يعني انا ممكن انا على الهواء او جرايد او كتب او دراسات اناقش ظواهر عامه، لكن فكره الظاهره الخاصه دي صعب جدا، وده يدخل تحت بند ان انا هضطر اقول حاجات مش حقيقيه. انا اتمرنت في على النساء والولاده في جامعه مالمو مع دكتور جريميليوس. دكتور جريميليوس قال لي معلومه او درس مهم جدا، انه ما فيش جسم ست شبه جسم ست اخرى، وما ينفعش دكتور نساء ولاده يتعامل مع اجسام النساء كما لو ان هم كيان واحد رغم ان التركيب التشريحي واحد. ففكره انه يبقى في مشكله جنسيه تذاع على الهواء وتعالج على الهواء، دي انا شايف انها شيء مش علمي او مش صحيح. طيب ده السؤال الاول اتفضل. هو مش سؤال، هو مقال، فانا هرد بمقال برضه. هو مبدئيا هو بدايه وضع الجنس في اطار طبي وليس علمي، مع يعني استحافظ على حته ان هو حضرتك ان دكتور ايفن هو اول واحد حطه في اطار علمي، لا هو اول واحد حطه في اطار طبي لان هو كان طبيب. لكن كعلم الجنس ده موجود من ايام الفراعنه، وطبعا مشهور جدا مدارس الكاما سوترا الهنود والصينيين، وحطوه في اشكال والوان وناقشوا المشاكل بتاعتهم وقالوا حلول وقالوا طرق لتفادي حتى الجهل الجنسي والملل الجنسي، والحاجات دي كلها كانت موجوده، وفي رسومات وفي كتب وفي علوم مكتوبه، كل الكلام ده كان موجود في الثقافه الصينيه القديمه والهنديه القديمه والفرعونيه القديمه.